ايش قد الكلفه مال مجسر قرطبه؟ انت هسه اذا تحكي لي على الكلفه انا اعرف انت غايتك من هذا السؤال، انه يعني التكاليف على اساس المشاريع اكبر من او اكثر من الحقيقي او الفعلي مالته. ايش دراك بغايتي؟ لا مبين هو مو انت لا يعني السؤال هيك طيب يسالون على كلفه المشروع وهم من حقهم طبعا بكل لا تأكيد. مو اكو حديث يعني من قبل اللجنه الماليه البرلمانيه يقول الوزاره لحد الان ما اعلنت كلف المشاريع. لا معلنه كلف المشاريع معلنه وما مضمومه يعني 41 مليار وهو مو سر، وهاي الدليل انه انت تعرف يعني كلفه المشروع هذا. حتى انه يعني مسألة باقي المشاريع، هو كل مشروع إلى خصوصيته حقيقة. يعني العمل اللي يعمل في المواقع في هذه المشاريع راح يشوف حجم الصعوبات والتعارضات اللي موجودة. احنا الكثير من هذه المشاريع وتقريبا كل المشاريع يعني العقبة الأساسية اللي واجهتنا هي مسألة خدمات البنى التحتية اللي موجودة في أماكن إنشاء هذه المشاريع. تعرف الخرائط ما كانت محدثة، لذلك أنت تحتاج إلى إضافة مكون لنقل انبوب ماء، لنقل انبوب مجاري، للاتصالات اللي موجوده. يعني مشروع ساحه النسور من اعقد واكبر المشاريع اللي موجوده، شبكه هائله من الاتصالات باعتبار انه برج الاتصالات موجود في هذه المنطقه، كذلك الخط الرئيسي الناقل لمجاري بغداد ايضا يمر بهذه المنطقه. اثنين يعني هو اذا كان هناك يعني ما يشوب هذه الارقام بكل تاكيد يعني هناك جهات مختصه بهذا الموضوع، يعني بامكان اي شخص انه يروح يتابع يشوف انه هل هذه فعلا هي بها يعني شبهه فساد مالي او لا. يعني مو قلت لك هي مو مضمومه ولا سر بهذا الموضوع. ثلاثه، انت بدك تنجز هذه المشاريع باوقات قياسيه وبكل تاكيد، يعني الكلفه ويا الوقت تتناسب عكسيا. يعني انت كل ما تحتاج الى تنجز مشروع اكثر اكيد تحتاج لسرعه اكثر، تحتاج الى مبالغ اكثر، رغم انه هسه ذكرناها احنا المشروع من يتاخر ويتلكا لسنوات طويله راح يكلف اكثر، يعني راح تظل انت تضخ اموال كل مره ويصير بيه بالاخير اندثار، وبالتالي المشروع ما يعني ما ينجز وما يدخل الى الخدمه. هذه المشاريع احنا حاليا يعني خمسه قلت لك في غضون سنه، يعني رقم حقيقه يعني انجاز كبير.